إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد اللذان لا سعادة لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى محروم ومحروم، مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ومن هنا لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل لاقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هنا لابد أن ندرك إخواني الكرام أن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا لا يكون عن هوى، وكيف ما اتفق، بل لابد من مسالك معينة يسلكها المجتهد، وقواعد يسترشد بها، وضوابط يلتزم بمقتضاها، وبهذا يكون اجتهاده مقبولا، ووصوله إلى الأحكام الصحيحة ممكنا ميسورا. والعلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه. ولهذا كان هذا العلم كما قال العلامة ابن خلدون في مقدمته من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. وها نحن إخواني الكرام مع الورقات للإمام الجويني رحمه الله، والتي يقول فيها: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وها نحن إخواني الكرام مع الحكم وها نحن إخواني الكرام مع الحكم الرابع، يعني الأحكام سبعة، الواجب انتهينا منه، والمندوب والمباح، واليوم مع المحظور إخواني الكرام، مع المحظور، يعني واضح. فالمحظور إخواني هنا نحتاج إلى تعريف الحرام، واضح في اللغة، تعريف الحرام يعني في واضح
في اللغة يعني واضح تعريف الحرام في اللغة إخواني الكرام، واضح. فيقول يقولون الحرام في اللغة يعني هو المنع، الحرام في اللغة هو الايه المنع، الحرام في اللغة هو يفيد المنع، الحرام في اللغة يفيد المنع. يقال حرم الشيء حرما وحرما وحرمة، يعني امتنع فعله. يبقى الحرام في اللغة يفيد المنع، يقال حرم الشيء حرما وحرما وحرمة امتنع فعله. وحرمت الصلاة من بابي قرب وتعب، حراما وحرما امتنع فعلها أيضا. والحرمة ما لا يحل انتهاكه، والمحرم ذات الرحم من القرابة، والمحرم ذات الرحم من القرابة، ذات الرحم من القرابة التي لا يحل تزوجها، كما يعني ذكر في المصباح المنير، واضح. وكذلك ذكر ذلك في شرح مختصر الروضة. ويرادف الحرام كلمات كثيرة، كلمات كثيرة، كما يقول الإمام الجويني في الورقات في الحكم المحظور، يعني يرادف الحرام كلمات كثيرة، منها المحظور والمعصية والذنب والقبيح والمزجور عنه والمتوعد عليه، يعني وأضاف بعضهم إلى ذلك الممنوع والسيئة والفاحشة والإثم والحرج والعقوبة. يبقى بيرادف الحرام إخواني الكرام، يرادف الحرام يرادف إخواني الكرام يرادف الحرام كلمات كثيرة، منها المحظور، منها المعصية والذنب والقبيح والمزجور عنه والمتوعد عليه، وأضاف بعضهم يعني إلى ذلك الممنوع والسيئة والفاحشة والإثم والحرج، كما ورد إخواني الكرام في شرح الكوكب المنير. ولكن أشهر هذه الكلمات يعني وأكثرها استعمالا عند الأصوليين المحظور، وهو يفيد ما يفيده الحرام في اللغة، لأن الحظر هو الجور المنع. ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. ويذكر الإمام الآمدي إخواني الكرام يعني في كتابه الإحكام المتوفى سنة 631 هجرية أنه يطلق في اللغة أيضا على ما كثرت آفاته. الإمام الآمدي إخواني في كتابه الإحكام قال يعني أن المحظور يعني يطلق على في اللغة أيضا على ما كثرت آفاته. ومنه يقال لبن محظور أي كثير الآفة، كذلك في ذكره الإمام الآمدي كذلك. يبقى ده الإيه إخواني يبقى هنا خلاصة المسألة، الحرام في اللغة يفيد المنع، يعني يفيد إيه المنع، حرم الشيء حرما وحرما وحرمة امتنع فعله، يعني واضح. ثم ننتقل إخواني الكرام واضح لتعريف الحرام، يعني الحرام أو طبعا عندنا إيه إخواني الحرام أو الإيه عندنا حاجتين اتنين، التحريم والحرام، يعني واضح التحريم والإيه التحريم والإيه التحريم
والايه التحريم والحرام. فهنا يعني لابد ان نذكر يعني اخواني هنا تعريف الحرام اولا، يعني او تعريف التحريم، يعني تعريف التحريم. فتعددت تعريفات الاصوليين للتحريم، ومنها التحريم غير الحرام. يعني نقول التحريم يا اخواني وبعدين نقول ايه الحرام. فالتحريم ايها الاخوة الكرام، التحريم خطأ له، تعددت تعريفات التحريم عند الاصوليين. فنذكر تعريفات الاصوليين للتحريم، نذكر يعني تعريفات الاصوليين للايه، نذكر تعريفات الاصوليين للتحريم، ونذكر منها الاتي: رقم واحد، خطاب الشارع الوارد باقتضاء الترك المشعر بالعقاب على الفعل. وهذا تعريف الامام الغزالي والامام ابن قدامة رحمهم الله في المستصفى وفي روضة الناظر. يبقى ما نقول تعريف الاصوليين للتحريم يا اخواني: خطاب الشارع الوارد باقتضاء الترك المشعر بالعقاب على الفعل، وهذا تعريف الامام الغزالي والامام اخواني ابن قدامة في كتاب المستصفى وكتاب روضة الناظر. اثنين، خطاب الشارع الطالب للترك جزما، خطاب الشارع الطالب للترك جزما، الترك الطالب للايه للترك جزما، يعني واضح، يعني واضح، الطالب للترك جزما. وهذا تعريف الامام الامدي في كتابه الاحكام: خطاب الشارع الطالب للترك جزما، يعني وهذا تعريف الامام الامدي. برضو احنا بننوع عشان نوسع مداركنا اخواني الكرام، يعني الدارس لاصول الفقه لابد ان تكون عنده مدارك، والمدارك مش هتوسع غير بالاطلاع على كلام الايه، على كلام من يا اخواني؟ على كلام العلماء. على كلام مين يا اخواني؟ على كلام العلماء. فاحنا لو نظرنا الى التعريف الثالث يا اخواني لكتاب في كتاب العضد على مختصر المنتهى، يعني اللي هو ابن الحاجب بيقول: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين الطالب للكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب. يبقى التعريف الثالث يا اخواني: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين الطالب للكف عن فعل ينتهض فعله او ينتهض فعله سببا للايه، سببا للايه، سببا للعقاب، سبب لإخواني، سببا للعقاب. والتعريف الرابع أيها الإخوة الكرام: خطاب الله تعالى، ده الإمام الإيه البيضاوي في كتابه نهاية السول على 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 متن منهاج الأصول، فبيقول إيه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، واضح، المقتضي ترك الفعل والمنع من نقيضه وهو الاتيان، يعني واضح، يعني ترك الفعل والمنع من نقيضه وهو الاتيان، يعني وهذا تعريف الامام البيضاوي. يعني والتعريف الخامس يا اخواني للامام ابن بدران الحنبلي في كتابه المدخل، يعني بيقول الامام ابن بدران: مقتضى خطاب الشارع الوارد باقتضاء الترك مع الجزم. وهذا الامام ابن بدران الحنبلي. التعريف السادس يا اخواني وهذا لتعريف الكمال بن الهمام في كتابه تيسير التحرير: خطاب الله تعالى
المتعلق بأفعال المكلفين المقتضي الكف عن الفعل على سبيل الحتم، على سبيل ايه؟ الحتم يا اخوان. والفايدة من الكلام ده عايزين ايه؟ نقول الفرق بين التحريم وبين الايه؟ وبين الحرام. التحريم من الذي حرم؟ يا خطاب الله تعالى. والحرام اللي هو الفعل نفسه، يبقى بنتكلم على الفاعل، على المحرم الله عز وجل، خطاب الشارع. وننتقل إلى التعريف السابع يا إخواني الكرام للإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول. يعني الإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، أيها الإخوة الكرام، واضح؟ فبيقول الإمام رضي الله عنه: الخطاب الجازم الطالب للترك، الخطاب الجازم الطالب للترك، ويعني الذي يظهر من هذه التعريفات، التعريفات الإصطلاحية عن التحريم، أن هناك قاسما مشتركا بينهما جميعا، وهو أن التحريم خطاب الشارع. دي أول نقطة مهمة جدا، إن التحريم إيه إخواني؟ يعني خطاب الشارع. إن التحريم أيها الإخوة الكرام هو خطاب الشارع، نقطة لازم ننتبه لها يا أخي. من كل التعريفات اللي ذكرناها، سبع تعريفات، إيه المشترك بينهم؟ إنه خطاب الشارع، خطاب الشارع، خطاب الشارع، يعني بطلب ترك الفعل. تمام. وأن هذا الطلب للترك منهم من وصفه بأنه جازم أو على سبيل الحتم. يعني من وصفه أنه جازم؟ يعني من وصفه أنه إيه؟ جازم، يعني كما الإمام الأمين قال كده، يعني واضح، قال أنه إيه؟ أنه جازم، يعني واضح. والإمام ابن بدران قال إيه؟ مع الجزم، يعني واضح. والإمام ابن الكمال ابن هوام قال إيه؟ قال على سبيل الحتم، والإمام الشوكاني قال إيه؟ الجازم. فهنا عندنا في التعريفات دي في أن في قاسم مشترك بينهم جميعا. أول قاسم نمرة واحد، خطاب الشارعي، خطاب الشارعي، واضح يا إخواني. نمرة اتنين، منهم من وصفه، منهم يعني من وصفه بأنه طلب إيه؟ طلب جازم كما ذكرنا. أو ومنهم من قال على سبيل الحتم، يعني ومنهم من وصفه بأنه على سبيل الحتم، يعني الإمام الآمدي الجازم، الإمام الكمال في كتابه تيسير التحرير، يعني واضح، قال على سبيل إيه؟ على سبيل الحتم. أو بأنه ممنوع من نقيضه، وهو الفعل، أو ممنوع من نقيضه، أو ممنوع، يعني أو ممنوع من إيه؟ من نقيضه، كما ذكر الإمام البيضاوي يا إخواني في كتابه نهاية السول على متن منهاج الوصول، يعني واضح، وهو الفعل. أو بأنه يعاقب على فعله، أو يعاقب، يعني على إيه؟ أو يعاقب على إيه؟ أو يعاقب على إيه؟ على فعله، واضح؟ أو يعاقب على إيه؟ على فعله، واضح؟ طيب في سبب العقاب كما ذكر ذلك ابن الحاجب يعني في كتابه العضل في مختصر، على مختصر المنتهى، يعني أو بأنه يعاقب على فعله، أو بأنه مشعر بالعقاب على فعله، مشعر بالعقاب، يعني مشعر بالعقاب على فعل، او انه مشعر، واضح ولا اخواني؟ مشعر بالعقاب، يعني واضح، انه مشعر يعني بالعقاب، يعني مشعر بالعقاب على فعله، يعني اللي هو مين بقى؟ الامام الغزالي والامام ابن قدامه في المستصفى وفي روضة الناظر،
الخطاب الشارعي الوارد باقتضاء الترك المشعر بالعقاب، المشعر بإيه؟ المشعر بالعقاب، المشعر بالعقاب، المشعر يعني المشعر بالعقاب، يعني واضح؟ المشعر بالعقاب. وجميع هذه الأوصاف، وجميع هذه الأوصاف إخواني الكرام تلتقي لتحقق معنى لزوم ترك الفعل، تلتقي لتحقق معنى لزوم ترك الفعل. يبقى احنا كده يعني عشنا القضية الأساسية بالنسبة لتعريف التحريم، يعني وقلنا وعرفنا الحرام أساسا يعني لغة وإيه لغة، وما زلنا مع التحريم. التحريم والتعريف بقى المختار بالنسبة لنا اللي يبقى عمدة بالنسبة لنا، خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازما، خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازما. يبقى احنا محتاجين نشرح التعريف. يبقى خطاب الشارع، خطاب الشارع الطالب للترك جزما، خطاب الشارع، خطاب الشارع الطالب للترك جزما، خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازما. يبقى ده مين بقى؟ ده تعريف ايه؟ التحريم. تعريف التحريم اخواني الكرام. يبقى تاني تعريف التحريم هو خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازما، هو خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازما. طب عايزين نشرح، يبقى نقول اول كلمة خطاب الشارع، ده جنس ولا نوع؟ لا ده جنس في التعريف. يبقى خطاب الشارع كلمة، نقول ايه؟ خطاب الشارع جنس في التعريف. ويا اخوة اما نقول جنس في التعريف يعني معناه جامع، يعني معناه ايه يا اخواني؟ معناه ايه؟ اصل عندنا جامع وعندنا مانع، يعني او عندنا بالطرد والعكس، واضح اخواني؟ عندنا بالطرد والايه والعكس، او جامع وايه، جامع وايه اخواني؟ جامع وايه؟ جامع وايه؟ جامع ومانع. يعني فهنا ايه؟ اما نقول جنس في التعريف يبقى ايه؟ يبقى جامع. جنس في التعريف يعني جامع، يعني يعني ايه جامع؟ يدخل تحته انواع كثيرة، يعني ده ما نقول جامع. يبقى هنا ما نقول جنس في التعريف يشمل كل خطاب، يعني ايه؟ خطاب الشارع يشمل كل خطاب، سواء الطالب للفعل او للترك او المخير بينهما او خطاب الوضع. ما هو خطاب وخلاص، يبقى نقول ايه؟ خطاب الشارع لوحده نقول جنس في التعريف. نقول ايه يا اخواني؟ جنس في التعريف. اما نقول خطاب الشارع يبقى نقول ايه؟ خطاب الشارع جنس في التعريف. جنس في ايه؟ جنس في التعريف. جنس في ايه يا اخواني؟ جنس في التعريف. يعني ايه جنس في التعريف؟ يعني جامع، يعني جامع، يعني يبقى هنا ايه؟ يعني اخواني جنس في التعريف يشمل كل خطاب، سواء الطالب للفعل او للترك او المخير بينهما او خطاب الوضع. يعني طيب ادي رقم واحد. طب نمرة اتنين، الطالب طلب بقى يخرج، يعني يخرج الإباحة، لأنه الإباحة مش طلب، ده تخيير بين الفعل والترك وليس طلبا. طيب خطاب الشارع الطالب للإيه؟ للترك. هنا كلمة للترك يا إخواني يعني بهذه الكلمة يخرج الإيجاب ويخرج الإيه؟ الندب، لأن المطلوب فيهما هو الفعل وليس الترك. طلبا جازما أربعة، يعني
يعني طلبا جازما يخرج الكراهة، يخرج من الكراهة، لأنها وإن كانت مطلوبة الترك إلا أن ذلك ليس على سبيل الجزم كما وضحنا، يعني إلا أن ذلك ليس على سبيل الجزم. يبقى هنا يا إخواني الكرام، إحنا بالنسبة للتحريم، وإحنا قلنا في فرق بين التحريم وبين الحرام، فإن التحريم قلنا إن الأصوليين يعني أصوليين تعددت تعريفاتهم، تعريفات الأصوليين للتحريم، وذكرنا 7 أمثلة لتعريفات، ولكنها تجتمع كلها تلك السبعة في قاسما مشتركا بين هؤلاء العلماء. منهم التحريم خطاب الشارع، يعني المشترك كلهم بيقولوا انه هو خطاب الشارع بطلب ترك الفعلي، خطاب الشارع كلهم قالوا كده، وان هذا الطلب للترك منهم من وصفه بانه ايه جازم، يعني ومنهم بانه وصفه انه على سبيل الحتم، ومنهم من قال انه ممنوع من نقيضه وهو الفعل، ومنهم من قال بانه يعاقب على فعله، ومنهم من قال بانه مشعر بالعقاب على فعله، مشعر بالعقاب على فعله، مشعر بالعقاب على فعله، وجميع هذه الأوصاف تلتقي لتحقق معنى لزوم إيه إخواني؟ لزوم الإيه؟ ترك الفعل. وذكرنا التعريف المختار، خطاب الشرع الطلب للترك طلبا جازما، وشرحنا الإيه؟ وشرحنا إخواني الكرام، وشرحنا وشرحنا التعريف. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين، اللهم امدد إخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، يعني وسائر الآفات يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.